بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو جديد، كنتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة يا رب. اليوم غادي نشارك معكم وصفة الكوكيز، ولكن على شكل كيك محشوة بالبودينغ ديال الشوكولاتة. كتجي رائعة، والشوفان صحية، عطوها لوليداتكم وانتم مطمئنين، كتعجب الكبير والصغير. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم ان شاء الله. التفاصيل غنخليهم لكم في صندوق الوصف، ودابا نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. الزبدة ضروري أنها تكون لينة بدرجة حرارة المطبخ باش تنسجم لينا مع المكونات بكل سهولة. أنا هنا ما بديتش بها، هي أول حاجة، ولكن معليش واخا تشوفوها هكا يعني باقي صحيحة، ولكن من غادي تزاد عليها الطحين غادي تنسجم معها بكل سهولة. المهم أنها تكون لينة ماشي قاسحة. ما تنساوش دوزو عندي الانستغرام ديالي. مرحبا بالجميع، وإلى أن ألقاكم في فيديو جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.